الحقيقة لازم أشيد برجالة كرة اليد بعد الفوز اللي قدروا يحققوه في طبعا مباراة النادي الأهلي امبارح، رغم الغيابات طبعا اللي كانت موجودة، سواء من الفولي، سواء عندنا طبعا غيابات وغيابات محترمة جدا وتقيلة جدا بالتأكيد. الحقيقة إن مباراة امبارح كانت مباراة يعني على كل المستويات حلوة جدا جدا، وإن كان ما حلفناش التوفيق في فاست بريك، في كورة في الآخر، في هجمة أخيرة، ولكن ما شفتش بصراحة إن دي المشكلة بالنسبة لي. شفت إن يد الزمالك عاد وعاد بقوة وقدر يعمل مباراة ولا أروع امبارح. شفت قيادة فنية عظيمة جدا جدا من كابتن مجدي أبو المجد، شفت خبرات اللعيبة الكبار امبارح في معظم أوقات المباراة كانت حاجة محترمة جدا بالتأكيد. شفت متوسط الأعمار عندنا عملوا مباراة محترمة جدا جدا بالتأكيد. شفت الشباب الواعد الصغير كانت حاجة في منتهى العظمة. الحقيقة أنه شبابنا الصغير كابتن مجدي أبو المجد دفع بيهم في وقت من الأوقات كان يعني المباراة عصيبة جدا مش سهلة بالتأكيد، ولكن نزلوا وكانوا الحقيقة رجالة جدا جدا، محتاجين ان هم خلال الفترات اللي جاية، خلينا نبقى متفقين على ده، يعني ان هم محتاجين خلال الفترات اللي جاية ان هم يدخلوا اكتر في المباريات، ياخدوا فرص اكتر، فلما يجوا في مباراة زي مباراة النادي الاهلي ما يكونش فيه اي نوع من التخوف، ما يكونش فيه اي نوع من الرهبة في الملعب، في التردد في القرارات، لان ده مهم جدا جدا. الحقيقة امبارح يمكن من اول دقيقة في المباراة لحد اخر دقيقة ووصولا يعني بضربات الجزاء، طبعا في بعض الغلطات اللي هي وارد ان هي تحصل في اي مباراة، ان فاست بريك في نهاية المباراة تضيع، ان كرة تضيع، ان مش وارد انه يحصل، ولكن في الاخر يعني نقدر نقول انه اللعيبة دي امبارح كسروا حاجز نفسي مهم جدا. انت النهارده كنت اكيد عايز تاخد نقاط المباراه كامله وتفوز بالمباراه بالنقاط كامله، ولكن الحقيقه ان انا اتبسطت امبارح لانه الزمالك بقاله فتره في كبو، وانا اللي قلته في اخر حلقه قدمتها قبل المباراه، قلت انا بتمنى ان شاء الله ان المباراه دي تكون بدايه الخروج من الكبوه، بداية انتفاضة الكوماندوز مرة أخرى، بداية عودة الكوماندوز مرة أخرى للإنجازات والأمجاد المحترمة. كان باين من مباراة البنك الأهلي، إن الناس دي عندها هدف، الناس دي عندها تارجت، الناس دي مركزة، نازلة مركزة في المباراة من أول دقيقة. وشفنا كلنا مباراة طبعا البنك الأهلي وفوز الزمالك بفارق 11 هدف، وانت بتتكلم في فريق بقى منافس قوي جدا للكبار في الدوري، زي ما قلت قدر يكسب الزمالك في الدور الأول، زي ما قلت قدر يكسب النادي الأهلي ويخرجه من كأس مصر، فبقى منافس قوي جدا جدا وعنيد وشرس للكبار. ولكن انت لما بتدخل المباراة من أولها وتقدر ان انت يعني تبقى مركز قوي، ان انا من اول دقيقة زي ما بيقولوا كده انا الليدر بتاع المباراة ده، انا اللي مسيطر على مجريات المباراة دي، ده بيخلي ليك افضلية خلال المباراة، ده بيخلي ليك اريحية في الاوقات الصعبة في المباراة، ان انت تقدر ان انت يعني ما تدخلش في مفاجآت خلال المباراة. المباراة في بدايتها كان الزمالك عمل بالظبط زي مباراة البنك الأهلي من أول دقيقة. الزمالك عمل إيه؟ قدر إن هو من أول دقيقة في المباراة يبقى فارق هدف واتنين وتلاتة وأربعة في المباراة، ده فرق معاه، ريحه في أوقات كثيرة جدا. جه حصل طبعًا إنه طبيعي في وقت من الأوقات كابتن مجدي أبو المجد قرر إن هو يخرج اللعيبه اللي هي مثلا هشام صلاح واحمد الاحمر في الـ في الـ في الباكين، وتقريبا كمان كان في تغيير للهاف، كنا طبعا طوال المباراه بنشوف لوكا لمودي لاحمد سامح في مركز الهاف، ولكن
الحقيقة خرجهم في وقت من الأوقات، وكان في وقت مناسب جدا علشان يقدر يستعين بيهم في آخر 10 دقايق من المباراة، وإن هم يكونوا ريحوا ويتفرجوا على المباراة. مدرب تاني كان ممكن يخاف يدفع بعبد الغني وهشام صلاح، عبد الغني بعتذر وعبد الله إمام، يخاف إنه يدفع بيهم، يقول لك لا بلاش أدفع بيهم وخليني بقى والناس دي تتحامل على نفسها وبتاع. لكن هو لا، هو ما خافش وخرجهم، خرج أحمد الأحمر وهشام صلاح علشان هو محتاج أحمد الأحمر وهشام صلاح في ال10 دقايق الأخير دي. الأهم دي الأهم، إن أنا محتاج قوتي الضربة تكون موجودة، والخبرات هي اللي بتحسم مباريات الأهلي والزمالك، وكلنا عارفين ده. حتى لو كان هناك خطأ أو اتنين في المباراة امبارح، ولكن دايما الخبرات هي مفتاح السر في مباريات القمة. دفع بعبد الغني وعبد الله امام، وعلى فكرة ده كان شيء مهم جدا، لانه وارد ومش وارد، التاريخ بيقول كده، ان دايما مباريات القمة بتكون مولد لنجوم، بيكونوا نجوم كبار بعد كده.